لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب البيوع، أو وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع. قال: باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. قال: أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قال: كتاب البيوع. كتاب البيوع يعني هذا الكتاب يتعلق بأحكام البيع والشراء، وأحكام البيع والشراء واجب على المسلمين أن يتعلموها، وإلا أكلوا الحرام وفعلوا الحرام. فكان عمر رضي الله عنه يدخل أسواق المسلمين وينادي في الباعة في الأسواق ويقول: لا يدخل سوقنا إلا من يفقه البيع، وإلا أكل الربا أبى شاء أم أبى. لا يدخل سوقنا إلا من فقه البيع، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. فدل على أنه ينبغي على كل مسلم أن يتعلم أحكام البيوع، وليس هناك مسلم إلا وهو في يومه يبيع ويشتري، ليس يمر يوم تقريبا في حياتك إلا وتبيع وتشتري، إما تشتري وتبيع بالأصالة أو بالوكالة، فربما لا تشتري أنت بنفسك لكن توكل غيرك، توكل ولدك، توكل صاحبك، توكل عاملك، توكل كذا، فلا يفوت يوم المسلم من غير بيع ولا شراء. وعليه فينبغي على المسلمين أن يتعرفوا على أحكام البيع وأحكام الشراء. والبيع في تعريفه في اللغة وفي الشرع يدل على المقصود، فأما في اللغة فهو المبادلة، بيع في اللغة هو المبادلة، ولفظ البيع والشراء يطلق على كل منهما، يسمى البيع شراء ويسمى الشراء بيعا. وكذلك أيضا هي من الألفاظ المتضادة، يعني يصح أن تستعمل هذا محل هذا وهذا محل هذا. ولفظ البيع شرعا أو المراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. والمال وكلمة مال هنا يقصد بها كل ما له قيمة، كل ما له قيمة مالية. فالبيع هو مبادلة مال بمال، أي شيء له قيمة مالية تكون فيه مبادلة بشيء آخر له قيمة مالية هذا يسمى بيع. والبيع قديما كان كله يقوم على مبادلة سلع، وإن كان البيع بعد ذلك في الأزمان المتأخرة اعتمد على الذهب والفضة كبدل عن مسألة المبادلة، لكن كان الناس قديما يقوم البيع والشراء على المبادلة العينية غالبهم،
هذا يعطيه قمح والآخر يعطيه شعير، هذا يعطيه يعني كذا والآخر يعطيه كذا، فهذا بيع، وإذا تراضيا عليه فهذا عقد بيع مع ضوابط وضعها الشرع، مع ضوابط وضعها الشرع. فهناك ضوابط في البيع والشراء وضعها الشرع. فعلى سبيل المثال هناك أنواع من البيع محرمة لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها، وقد بدأ الإمام مسلم الكلام بأبواب البيع المحرم تنبيها على خطورة هذا الأمر. يعني لم يتكلم مثلا الإمام مسلم رحمه الله في أول الكتاب مثلا عن أنواع من البيوع المشروعة ونحو ذلك، مثلا السلم، يتكلم مثلا عن مسألة الاحتكار أو غيره والمشروع والممنوع، إنما تكلم أول ما تكلم عن أنواع من البيع المحرم، وهذا لأجل التحذير من هذه الأنواع من البيوع. والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فدل الكتاب على مشروعية البيع بقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ودلت السنة على البيع قولا وفعلا، باع النبي صلى الله عليه وسلم ووكل في البيع، واشترى النبي صلى الله عليه وسلم ووكل في الشراء، وجاء أيضا في حديث: أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. والإجماع على البيع أي على مشروعية البيع، أي أجمعت الأمة على ذلك، والمصلحة تقتديه، يعني مصلحة العباد تقتدي مشروعية البيع، ففيه مصالح للعباد. أنا أحتاج هذه السلعة وأنت تحتاج الأخرى، أنا أعطيك هذه وأنت تعطيني الأخرى وهكذا، فهذا من باب مصالح العباد، فالبيع فيه مصالح للعباد. والبيع قسم من التجارة، وقد يكون أحيانا من الزراعة ونحو ذلك، ورأس الكسب في مال الناس الزراعة والتجارة، يعني أفضل الكسب ما كان في الزراعة والتجارة، فالناس في هذه الأعمال يحتاجون إلى بيع وشراء وكذا، فهذا من باب التيسير على الخلق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال: باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. ما هو المقصود ببيع الملامسة والمنابذة؟ هذا يظهر من الحديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. وفي قول أبي هريرة رضي الله عنه نهي عن بيعتين ليس هذا للحصر، وإلا هناك أنواع من البيوع أخرى غير هذين النوعين محرمة، لكن ذكر أبو هريرة هاتين على سبيل التنبيه، يعني هاتين البيعتين على سبيل التنبيه. قال: نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. قال: أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. هذه السورة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أصل وفرع عليه، يعني ماذا؟ كل ما اشترك في هذه السورة من وصف فهو داخل في التحريم. فالملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، يعني يأتي واحد معه ثوب والآخر معه ثوب، وعادة تكون هذه أو هذا النوع من البيع في الجاهلية يكون في الظلام، في الليل، يكون في الليل، وكان العرب يفعلونه
كنوع من الفجور والمغامرة ونحو ذلك، فعادة ما يكون في الليل، ففي الظلام يقول له: الثوب الذي معي والثوب الذي معك، أنا أنبذ لك الثوب الذي معي وأنت تنبذ لي الثوب الذي معك. آسف الملامسة، أنا ألمس الثوب وأنت تلمس الثوب، وإذا وقع اللمس وقع البيع، يعني انعقد البيع، خلاص صار هذا ثوب لك وأنا ثوب لي، بغير معاينة، بغير اتفاق على ثمن محدد لكل منهما أو نحو ذلك، إنما هذا مقابل هذا. وقد يكون هذا باليا، قد يكون هذا فاسدا، قد يكون هذا ثمينا وهذا رخيصا ونحو ذلك. فهذا فيه نوع غرر، هذا فيه نوع غرر، ولذلك هذا عقد غرر، هذا يسمى عقد غرر. وأما المنابذة، أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، يعني يحذف كل واحد الثوب للآخر في لحظة معينة، اللي معاك تحذفه لي واللي معاه يحذفه لك قدرا، وليكن مثلا هما الاثنين عارفين ان كل واحد فيهم شايل حاجة، يقول له اللي في ايدك قصاد اللي في ايدي، كل واحد فينا يحذفه للتاني الآن، خلاص ده مقابل ده، هذا بيع غرر. لماذا؟ لأنه غير معلوم، غير معلوم، فقد يكون هذا ثمينا وهذا رخيصا، وقد يكون هذا من نوع محرم وهذا من نوع مباح ونحو ذلك، فهذا يسمى عقد غرر. وعليه فيحرم كل عقد غرر، كل عقد غرر يحرم بأي صورة من الصور. فعلى سبيل المثال من الصور العصرية مثلا، ما يسمى بعقد التأمين على الحياة مثلا، هذا عقد غرر. ما يسمى بعقد التأمين على السيارات، هذا عقد غرر ونحو ذلك. لماذا هو عقد غرر؟ لأنه مجهول، مجهول يعني باعتبار مثلا في عقد التأمين على الحياة، هذا إنسان يدفع لشركة التأمين وتقول له عندما تموت سنخرج معاش إلى أولادك بقدر كذا، فقد يموت بعد سنة، وقد يموت بعد 20، وقد يموت بعد 50، فهذا الذي مات بعد سنة يستوي مع الذي مات بعد 20، يستوي مع الذي مات بعد 50، فهذا عقد غرر. ومثله مثلا عقد تأمين على السيارات، فهذا يدفع لمدة سنة، والآخر يدفع لمدة 20 سنة، والآخر يدفع لمدة 50 سنة، والفئة واحدة، فهذا أيضا عقد غرر. الصناديق الخاصة في الشركات، الصناديق الخاصة في الشركات، هذا عقد غرر. لماذا؟ لأن الناس فيه غير مستوين، فضلا عن أن الصناديق الخاصة فيها نوع ربا عند كثير من الناس، تدخل في البنوك الربوية، وإن كان بعض العلماء المعاصرين في الصناديق الخاصة قال لو أنها لم تكن في أماكن ربوية وقامت على التعاون على البر والتقوى، عند ذلك يتسامح في مسألة الإيه؟ التفاوت، يتسامح في مسألة التفاوت. لماذا؟ لأنها قامت على البر والتقوى، يعني اتفق مجموعة من الناس على أنه من يموت منهم يعطوه كذا، مات بعد سنة، مات بعد 20، وهذا بينهم من باب المعروف والتعاون على البر والتقوى. فهنا فيه اتفاق مبدئي من الأصل أنهم يتعاونون ورادون بأن يكفلوا فلان هذا، مات بعد سنة، مات بعد أكثر، لو كان على هذا النوع. أما إذا كانت عبارة عن لائحة ونحو ذلك من غير رضا، فهذا
مما يدخل في شبهة الغرر مثل عقود التأمين على الحياة ونحو ذلك. ومن صور البيع التي يدخل فيها الغرر على هذا النحو المنابذة الملامسة ما يسمى بالبخت. يعني احنا عندنا في الحياة الشعبية معروف الموضوع ده وإن كان انقرضت والحمد لله، كان زمان في لعبة اسمها البخت، ولعل بعضها موجود لغاية دلوقتي ربما. فالبخت ده يقوم يجي الولد الصغير يدفع مثلا جنيه ويقوم يفتح جزء في العلبة المغلقة هو وحظه، يعني الجزء اللي هو فتحه ده ممكن يجد فيه مال، يجد فيه حلوى، لا يجد فيه شيئا. هذا حرام. لماذا؟ لأن هذا غرر، هذا غرر، بيع على شيء غير معلوم. وأيضا يدخل فيه كل ما شبهه، ما يسمى بالبوكر في صلاة المقامرين ونحو ذلك ومثل هذا وشبهه في الملاهي مثلا، يقوم يرمي على شيء معين يفضل يلف طلع على حاجة معينة أو طلع على مكان فارغ أو نحو ذلك. هذا كله يدخل في عقد الإيه؟ الغرر. هذا كله يشبه الملامسة ويشبه المنابذة ونحو ذلك. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر. باب بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. ما هو بيع الحصى؟ طيب، قبل ما نذكر بيع الحصى نتعرض لاستكمال لبيع الغرر. فكما سبق، الغرر كل ما فقد شرطا من شروط البيع، ولا سيما أن يكون المبيع مجهولا، أو يعني يكون ذلك على الأكثر إذا كان المبيع مجهولا أو القيمة أو نحو ذلك، فهذا كل يسمى غرر. وعليه فكل أنواع البيوع التي يدخل فيها الجهالة هي تدخل في عقد الإيه؟ الغرر. أي نوع من البيوع الحالية في الزمن العصري، أي نوع، يعني لو أي إنسان قال مثلا لإنسان آخر، اللي زي في بعض المحلات تفعل ذلك، اللي هيشاور على أي حاجة في اللوحة دي بتمن مثلا كذا، اللي هيشاور على اللوحة دي بتمن كذا، له اللي يطلع في الرقم اللي هتطلعه اللوحة في الجهة الفلانية. يعني يشاور على رقم معين، يروح يشوف الرقم في الجهة الفلانية، يروح يلاقي الرقم ده فيه سلعة، فيه مال فارغ نحو ذلك. هذا نفس الحال، بيع غرر وهكذا. أما بيع الحصى فهذا كان له صور عند العرب. انتبه انه هذه الاحاديث كما ذكرنا هي اصول يقعد عليها، والا مثلا ما فيش حد بيبيع ربما مثلا دلوقتي بطريقه بيع الحصى، لكن ما كان في صورتها ولو بطريقه اخرى فهو في حكمها. فبيع الحصى له صور مختلفه، من ذلك مثلا كان يقول واحد لاخر: بعتك هذه الارض من هنا إلى نهاية الحصى، أنا هحذف حصى الآن، بعتك هذه الأرض بكذا، يعني أنا بعتك الأرض دي بألف جنيه مثلا من هنا إلى نهاية الحصى. هذا غرر. لماذا؟ لأن الحصى غير معلوم المكان الذي تنتهي إليه، ما هو ممكن واحد يحذفها بزيادة شوي، واحد يحذفها كده ونحو ذلك، فهذا غرر. ومن شرط البيع وصحة البيع أن يكون المبيع معلوما، معلوم الصفة ونحو ذلك. نعم. أيضا من صور
بيع الحصال التي كان يفعلها أحيانا العرب، إن يقول له بعتك الشيء الفلاني بكذا ولك خيار مدة ما أرمي هذه الحصان، لك خيار مدة ما أرمي هذه الحصان. يقول له أنت ليك مدة خيار، أنا همسك الحصى دي وأرميها في الهواء، الفترة اللي ماشية هي فيها في الهواء لك الخيار، انتهت وقعت على الأرض مالكش خيار خلاص، اللي هو خيار البيع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وده شرط الإسلام، إن أنا وأنت البيع والمشتري عندنا خيار البيع. يعني أنا ممكن أرجع في البيعة بتاعتي طول ما احنا لسه إيه معا، طول ما احنا معا، حتى لو مضينا العقود وخلصنا وعملنا كل حاجة، طول ما احنا قاعدين مع بعض لسه ما قمناش من المكان، ما قمناش من المجلس، لسه خيار البيع قائم، لسه خيار البيع قائم، إلا أن يكون هناك بعض الأنواع من البيوع فيها نوع من يعني أن خيار البيع ينتهي بانتهاء مثلا شيء معين أو صورة معينة، وده قليل جدا هيكون في صور البيع. فالشرع يضمن لي أنا وأنت الخيار ما دمنا معا، يوم هو عايز ينهي شرط الخيار ده بسرعة يقول له أنا هبيع لك الشيء الفلاني بكذا وخيارك مدة ما أرمي هذه الحصلة، يعني ثواني كده ولا حاجة. فهذه صورة، وإن كان الصورة الأولانية هي اللي كان عليها الـ يعني أكثر فعل العرب. صورة ثالثة ذكرها العلماء من بيع الحصى وهو بيع غرر، أن يقول له ما تقع عليه الحصى فهو بكذا ولك. طيب يعني واحد جاي يشتري مثلا سلعة معينة من تاجر بيبيع السلعة الفلانية، السلعة بكام؟ يقول له السلعة بكذا، مثلا هيشتري دابة مثلا، شاه مثلا، ناقة، بكام الشاه؟ بقد كده. أين هو شاه؟ يقول له اللي هتقع عليها الايه؟ الحصى، يرمي الحصى اللي تقع عليها الحصى يبقى هي دي الايه؟ اللي ياخدها. وهذا بيع غرر، لماذا؟ لأنه يبيع مجهولا مش معين، إبل واقفة كتير جدا، يبيع مجهولا، يبيع مجهولا. نعم. طيب هل الصورة دي يدخل فيها صورة أي حاجة بجنيه مثلا، صورة أي حاجة بريال ونحو ذلك؟ في محلات كده يبقى كاتب على المحل كل أي حاجة بجنيه، أي حاجة مش عارف مثلا بكذا، بسعر محدد معين، أي حاجة هتاخدها بكذا، هل تدخل في هذه الصورة؟ لا، هذا ليس غرر. لماذا؟ لأنه هو عين سعرا لكل السلع كلها سعر واحد خلاص. إنما ما ينفعش إنه واحد يدخل على حظيرة شياه مثلا والبائع يقول له عايز تشتري شاه من الشياه دي، يقول له يقول له بكذا، أي شاف دي في اللي موجودين دول بكذا، واللي هيقع عليها الحصى هي دي اللي هتكون الشاه اللي انت تاخدها. هذا فيه غرر، لماذا؟ لأنه اشترى مجهولا، بخلاف اللي دخل الراجل اللي أي حاجة بجنيه، راح هو عارف ان دي بجنيه وراح شالها، عارف ان دي بجنيه معينة، بخلاف الأخرى مش معينة خالص، مش محطوط لها حاجة سعر. نعم. قال باب تحريم بيع حبل الحبلة. قال باب تحريم بيع حبل الحبلة. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. إيه بيع حبل الحبلة؟ حبل الحبلة له صور أو له صورتين يعني مشهورتين. الصورة الأولى
أن يبيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، يبيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، يعني حبل الحبل من الحبل. يقال امرأة حامل امرأة حبلة، ويقال للدابة حبلة لكن لا يقال لها حامل، يعني ده حامل دي اختصاص المرأة. فحبل الحبلة اللي في بطنها، يعني اللي في بطن الايه الدابة، فله صورتين. الصورة الأولى أن يبيعه بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. حبل الحبلة يعني هي ببطنها حاجة، لما اللي ببطنها كمان تلد أبقى أخد منك الإيش؟ الثمن، أو أعطيك الثمن. واحد عنده مثلا ناقة أو شاة، هذه الشاة في بطنها جنين، يروح واحد يشتريها على ثمن مؤجل. ثمن مؤجل امتى الثمن ده؟ لما اللي ببطنها تحبل وتولد. طيب ده غرر ولا معلوم؟ غرر، ده ممكن ما تلدش اصلا وعليه، فده غرر. الصورة الثانية اللي رجحها اكثر العلماء، وان كان تفسير ابن عمر على الصورة الاولى، هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، هو مجازا كلمة الحامل هنا، يعني بيع ولد الناقة الحامل في الحال. يعني ماذا؟ الناقة حامل، الناقة حامل، وصاحب الناقة يعمل ايه؟ بيبيع الايه؟ الجنين في بطن امه، بيبيع الجنين الذي في بطن امه. فهذا غرر ولا معلوم؟ مجهول ولا معلوم؟ مجهول. إذن فهذا غرر. لماذا؟ لأنه اللي في بطن أمه ابتداء قد لا يخرج من بطن أمه، فضلا عن أنه اللي في بطن أمه هذا شيء غير معلوم. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع لما فيه من الإيش؟ الغرر. ولذلك أنت تلاحظ العلة المشتركة في كل أنواع البيوع دي إيش؟ الغرر. العلة المشتركة في يعني علة النهي الغرر، وعليه فيدخل يعني معها كل ما اشترك معها في ذلك. قال: باب تحريم بيع حبل الحبلة. ثم قال: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، هذه مسألة، وسومه على سومه أي على سوم أخيه، وتحريم النجش وتحريم التصرية. صورة بيع الرجل على بيع أخيه، صورة السوم على سوم أخيه، صورة تحريم النجش، إيه النجش؟ إيه التصرية؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتلقى الركبان لبيع. وهذا سيأتي في الباب القادم إن شاء الله، نفصل عن حوله الكلام. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا الذي أشار إليه النووي في التبويب بقوله: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لأنه في لفظ للحديث آخر: لا يبع المسلم على بيع أخيه. ما المقصود ببيع الرجل على بيع أخيه؟ له صورتان.
له صورتان، الصورة الأولى عند البيع، والصورة الأولى الثانية عند الشراء. أما الأولى فأن يقول لمن باع لأخيه المسلم افسخ هذا العقد وأنا سأشتري منك بأكثر منه، سأشتري منك بأكثر منه. الصورة الثانية العكس، أن يقول لمن اشترى من أخيه افسخ هذا العقد وأنا سأشتري منك بأكثر منه، أو آسف أبيعه لك بأكثر منه، آسف بأقل منه، أبيع لك بأقل منه. هذا يسمى بيع على بيع أخي، باعتبار أن كلمة البيع تشمل الإيش؟ البيع والشراء، في أنه يبيع على بيع أخي أو يشتري على شراء أخي. وده بيحدث بين المسلمين كثيرا، أنه ممكن تجد اثنين مسلمين واقفين بيشتروا سلعة من مكان واحد، أو واحد بيشتري سلعة والتاني واقف جنبه. فعلى سبيل المثال، مثلا لو قلنا سلعة واقفين بيشتروها، واحد اشترى بكام للبياع، البياع قال له بكذا، بعشرة مثلا، راح مدي البياع العشرة وانتهى من البيع، انتهى من البيع. فيأتي الآخر ويقول له انت بعتها له بكام، يقول له بعتها له بعشرة، يقول له لا افسخ معايا البيعة دي وانا هشتريها بحداشر، انا هشتريها باتناشر. وطبعا ده مش ظاهر قوي في السلع البسيطة زي الأكل والشرب، لكن بيظهر في الايه؟ في الأشياء الكبيرة، مشروعات وماكينات ومصانع وكذا ونحو ذلك، بيظهر جدا من هذا الحال. يوم يقول له افسخ العقد مع الشركة الفلانية وأنا هاخده منك بأكثر، هذا باع على بيع أخي. أو العكس، يشتري على شراء أخيه، فهذه الصورة حرام ولا تجوز. طيب السوم على سوم أخيه، السوم على سوم أخيه، السوم أخف في الحرمة من الإيش؟ من البيع والشراء، لكنه منهي عنه أيضا. السوم كأن يكون المسلم بيساوم البائع، مشتري يساوم بائع، أثناء المساومة يتدخل الآخر ويعمل إيه؟ يساوم بما هو أعلى. يعني الراجل واقف بيشتري من البائع المشتري، بيقول له طيب أشتريها دي، هو بيقول له بكام، قال له مثلا بعشرة، قال له طب ممكن أخذها بتسعة بتمانية مثلا، يقوم واحد داخل عامل إيه؟ يقول له أنا أخذها بتسعة خلاص. فهذا سوم على سومي، أو حتى يقول للبائع طب أنا أخذها بتسعة، الراجل التاني يقول له بتمانية ولسه ما انتهاش من السوم مع البائع، يقوم هذا يقول له أنا أخذها بتسعة. فهذا سوم على سوم أخيه. ليه؟ لأنه البائع قد يكون راضية، فلماذا يضر بأخيه؟ وهكذا. طيب حكم العقود دي، لا المزاد مسألة أخرى هيجي معاه الكلام، هو لما نيجي عند النجش. فطيب حكم هذا العقد، حكم البيع هذا، حكم ماذا؟ حكم هذا البيع، نعم، لا بيع اللي هو بيعه على بيع أخيه، بيعه على بيع أخيه. لو العقد اتفسخ فعلا، لو البائع فسخ العقد أو المشتري فسخ العقد، المشتري إن يقول له رجعها للبايع ده وأنا هيعمل إيه؟ هبيعها لك أنا بأقل منه. هذا العقد صحيح مع إثم فاعل هذا الشيء، مع إثم فاعل هذا الشيء، سواء كان باع أو اشترى. كذلك السوم الذي سام على سوم أخيه، فالعقد صحيح لكن هو آثم بهذا الإيش؟ السوم على سوم أخيه. قال ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش أصله من تنفير الطير ونحو ذلك، والمقصود بالنجش
هنا هو أن يزايد في ثمن السلعة، يزايد في ثمن السلعة تغريرا بالآخر، تغريرا بغيره. يعني صورة ذلك إنه بائع بيبيع سلعة، فيأتي إنسان يسأله بتبيع هذه السلعة بكام، يقول أبيعها للي يزيد فيها، للي يزيد فيها، زي مسألة الإيش المزاد مثلا، اللي يزيد فيها. يوم واحد يقول خلاص أنا أشتريها بخمسة مثلا، واحد آخر يقول أشتريها بستة. لا مانع إن اشترط البائع ذلك من البداية، لا مانع، هذا العقد صحيح، لكن النجش يكون في حال ما إذا كان أحدهما يرفع ثمن السلعة ولا يريد الإيش الشراء للإضرار بأخيه، فهذا نجش، ويزداد الأمر سوءا وإثما إذا كان النجش بتواطؤ بين الناجش والبائع، الرجل اللي عمل موضوع النجش والبائع، ان هو يعمل ايه، بيبيع البياع السلعة وبيقول اللي هيشتريها بالزيادة، فواحد بيقول انا اشتري بخمسة، الناجش ده متفق مع البياع، كل ما واحد يقول خمسة هو يرد يقول ستة، واحد يقول ستة سبعة، واحد يقول هو تمانية، فهذا نجش وهذا حرام. طيب حكم العقد نفسه، العقد نفسه إذا كان البائع لا يدري فلا إثم على البائع والعقد صحيح. يعني لو النجش حصل من شخص اللي هو واحد من المشترين بيضر بيه آخرين، العقد صحيح والإثم على الناجش هذا. لو كان هناك تواطؤ بين الناجش والبائع وثبت ذلك فالمشتري بالخيار، المشتري بالخيار، إن رضي السلعة وإلا ردها بالغبن، ردها بالغبن. قال ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. هيجي معانا الباب الكلام عن بيع الحاضر للباد. قال ولا تصر الإبل والغنم، هيجي معانا باب أيضا مستقل بذلك، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال باب تحريم تلقي الجلب. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. وقال في الباب الذي بعده باب تحريم بيع الحاضر للبادي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبادي. وقال في الباب الذي بعده باب حكم بيع المصرى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. هذه الأبواب الثلاثة أشار إليها في التبويب في الباب السابق، وهنا في كل باب استقلت كل مسألة بباب. باب تحريم تلقي الجلب، بل الباب الذي بعده مرتبط به وهو باب تحريم بيع الحاضر للبادي. تلقي الجلب، الجلب هم الذين يأتون من البادية، الذين يأتون من البادية معهم السلع يبيعونها في الحضر، يبيعونها في الحضر، ولذلك قال أنه نهى عن تلقي البيوع. في الباب الذي بعده قال باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ودي مسألة أخرى متفرعة فيها،
وفي الحديث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبادي. أن تتلقى الركبان اللي هم الجلب، يبقى الجلب هو الركبان، والجلب والركبان هم الباعة من أهل البادية، يأتون معهم الجلب ومعهم الأشياء من السلع يبيعونها في الحضر. يعني زي حكاية مثلا، وإن كان دلوقتي المسألة دي قلت جدا مش زي زمان، يعني واحد يجي من البلاد أرياف جدا يخش المدينة يبيع الحاجات اللي جاي بيها. كان زمان وحتى في بلادنا بس مش دلوقتي، كان من فترة طويلة زمان، كان ممكن الراجل اللي جاي من الأرياف تلاقيه ما هوش عارف أسعار الإيه، أسعار المدينة، ما يعرفش حاجة عن أسعار المدينة، وغالبا بتبقى أسعار اللي جاي من البادية أسعاره إيه، أخف وأقل، لأنه اللي جاي من البادية جاي بالخام زي ما بيقولوا كده، جاي بالخام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان أو الجلب، وهذا النهي فيه حكمة الشريعة العظيمة، فيه حكمة الشريعة العظيمة. إنه كان بعض الناس يخرج، واحد تاجر أو بياع من الحضر يخرج يستنى الركبان اللي جايين على أطراف الحضر من بره، يقوم يقابلهم، وقف نزل البضاعة اللي معاك أشتري منك بكام كذا، ويديله وياخد هو الايه البضاعة. فعادة هذا الرجل المشتري أخذها بسعر ايه مخفض، وعندما يدخل الحضر هيبيعها بسعر أعلى. فالشريعة كما يقول الإمام النووي حريصة على مصالح العباد، وتقدم مصالح الجماعة على مصلحة الإيش الواحد. ولذلك لما كانت مصلحة الجماعة أعظم في الشريعة من مصلحة الواحد نهي عن تلقي الركبان، لأنه من الذي سينتفع من شرائه من الركبان؟ واحد. لكن لما الركبان ينزلوا من الحضر ويبيعوا هم بنفسهم، كل أهل الحضر هيعملوا إيه؟ هينتفعوا منهم، كل الناس هيستفيدوا من السعر اللي هو أقل شوية اللي هم جايين بيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. ثم المسألة الأخرى المتفرعة هنا، وهي تحريم بيع الحاضر للبادي، مش من البادي بقى. الصورة اللي احنا تكلمنا عنها دي كانت من البادي، الحاضر يروح يشتري من البادي وهو ينزل يبيع في الحضر. الصورة الثانية أن يبيع الحاضر للبادي، إن الحاضر يبقى سمسار، الحاضر يبقى سمسار، يقول للراجل البادي خليك مكانك أنت وأنا هعمل إيه، هتولى البيع والشراء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو نهت الشريعة عن ذلك، تغليبا لمصلحة من؟ الجماعة، تغليبا لمصلحة الجماعة. لأنه الحاضر لو هو اللي هيبيع للبادي هو اللي هيستفيد، هيبيع له كسمسار، حتى هينزل يبيع بأسعار برضو إيه عالية شوي، يبقى هو اللي استفاد، وربما كذلك معاه الركبان لكن الجماعة المسلمة ما استفادتش. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن أن يبيع الحاضر للإيش للبادي، من باب أن تعم الفائدة المسلمين. ثم قال أيضا في علة أخرى، في علة أخرى، وهي حفظ وصيانة الركبان من أن يخدعهم أهل الإيش الحضر، صيانة الركبان من أن يخدعهم أهل الحضر، لأن أهل الحضر هم اللي عارفين أسعار السوق، الركبان ما يعرفوش أسعار السوق، يقوم يشتري منه بثمن بخس، يقوم يبخس حقه ويغبنه. فأيضا الشريعة حريصة على ذلك، يقوم الراجل اللي هو البادي لما هينزل الأسواق هيشوف الأحوال، هو ينتفع والناس ينتفعوا منه كذلك. نعم. ثم قال باب حكم بيع المصرة، باب حكم بيع المصرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، طب قبل ما نفوت المسألة دي، هل يدخل في بيع الركبان
اللي يروح مثلا على زمان زمان يعني مش دلوقتي، اللي يروح ليبيا يجيب هدوم ويجي يبيعها مثلا، اللي يروح السعودية مثلا يشتري أفاطين ويجي يبيعها هنا مثلا، على سبيل في السعودية سعر القمصان أرخص من أي مكان مثلا أو نحو ذلك، في ليبيا كانت زمان الملابس أرخص من أي مكان تاني ونحو ذلك، هل هذا يسمى تلقي ركبان؟ لا، لأنه هو بنفسه اللي راح جاب، الحضري هو نفسه اللي راح البادية راح جاب. لكن لو واحد ليبي جاي يبيع وراح دام قابله على الحدود عند ليبيا، حدود ليبيا ومصر، وراح واخد منه الحاجات، ده يدخل في ايه؟ بيع الحاضر من البادي. نعم. قال: باب حكم بيع المصرى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرى فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. باب حكم بيع المصرى. المصرى ما هي المصرى؟ المصرى هي الدابة، الناقة، الشاة، البقرة نحو ذلك، التي يربط صاحبها ضرعها، يوم يربط ضرعها يوم أو يومين وهي عنده في الحظيرة بتاعته هو في بيته هو، يوم يربط ضرعها بحيث يحبس اللبن فيها يومين أو ثلاثة، ثم يأخذها إلى السوق في اليوم الثالث مثلا وينزل بها السوق، فإذا رآها المشتري يرى ضرتها عظيمة فيظن أنها عظيمة الإيش؟ الحلب، عظيمة الحلب يعني لبنها كثير، ينظر إلى منظر ضرة الدابة فيظن أن هذه عادتها، يظن أن هذه عادتها، فإذا اشتراها ورجع إلى بيته فيحلبها أول حلبة هتروح منزلها له ثلاث أضعاف، تاني يوم جاي يحلب راحت منزله واحد من ثلاثة اللي هو نزله من بارح، يبقى دي كانت مصرة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشتري هنا بالإيش؟ بالخيار. قال: فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها. يعني هو بقى بعد اليوم الاستثنائي حلبها، عجب الحليب بتاعها كميته خلاص أمسكها. قال: وإلا ردها ومعها صاع من تمر. لماذا الصاع من تمر؟ للحليب الذي انتفع هو به، لأنه هو خذ اللي هو الحلبة الأولانية بلا شك خذ خلاص هو أهله، الحلبة الثانية بقى هي اللي بينت أن دي مصرة أو غير إيه؟ مصرة. وهذا غش، وهذا تدليس يعني، وهذا يسمى التدليس. ولذلك في البيع والشراء هناك خيار يسمى خيار الإيش؟ التدليس، يسمى خيار التدليس، فهذا نوع تدليس. والبائع والمشتري هنا عنده خيار التدليس، إن شاء ردها بالتدليس وإن شاء أمسك. وعليه كما نكرر إن الصور دي يا أخوانا صور بأسماء وأوصاف في زمنها، لكن القاعدة موجودة في كل زمان. وعليه كل تدليس فالمشتري فيه بالإيه؟ بالخيار. راح يشتري السلعة مكتوب عليها مثلا يعني ميد إن جبان، راح البيت لقاها مش إيه؟ مش جبان ولا بتاع، هو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. وفي خيار ثالث العلماء ذكروه، وهو حكومة الأرش أو أرش الحكومة، يعني إن شاء رجع على البائع بالفرق. بالفرق يعني هي مفروض اشتراه هو على إنها صناعة مش عارف ياباني، فجي لقاها صناعة مثلا صيني، لو هو عايزها الصيني يوم ياخد من البائع الايه؟ فرق السلعة التي هي هذه من تلك، أو إن شاء ردها. فهذا تدليس، وعليه كل نوع تدليس في البيع والشراء على أي صورة من الصور، على أي صورة من زي البياعين اللي هم بتوع السلع الأكل والشرب ونحو ذلك، اللي يحط السلعة
يحط البتاع اسمها وش العربية مش كده، وش القفص، وزي الناس اللي بيحطوا فعلا انت وانت ماشي على الطريق كده، خصوصا انت جاي من سفر ولا حاجة، تلاقي الناس على الطريق. يعني الحاج عادل بيشاور لي زي الجماعة اللي بيشاورونا بالسمكة اللي قد كده، وانت ماشي على الطريق يعمل لك كده، تروح انت بقى ايه بتروح لعيالك بقى مشتري لهم سمك حجم قد كده، تروح البيت واحد بيعرف السمك يقول لك ده السمك ده في السوق بخمسة جنيه وبسبعة جنيه، وهو باعه لك بكام؟ بسبعين جنيه الكيلو. هذا تدليس، لانه مثلا هذا النوع باعه لك على انه نوع اخر، او الراجل اللي بيبيع مش عارف البلح والتين والجوافه ولا مش عارف ايه، البتاع محطوط فوق، يا سلام ما شاء الله، الوش من فوق حاجه جميله جدا، وتحت كله بتاع يعني ايه حصر بقى وبتاعه، هذا كله تدليس والعياذ بالله، وعليه فالمشتري بالخيار. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الواضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.